السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو يجيكم كامل بصحة وعافية يا ربي. صباح الخير عليكم يا الحباب الزينين، صبحتكم بالربح والصحة والهنا يا الحباب الزينين. جيب لي حبيبات بيطاطا وحبيبات بصل وروحي سيميني نديرو في وها واحد الكراطة. شوفي جي دايره دكتور بالبنة، دكتور بالبنة. من لقيت مين ندير، عندي 4 حبيبات تاع بطاطا وجوج حبات بصح. شوف هنا التليفون طاح لي، العيد كنت غير خليته. انا حبيباتي والفوني والفتهم، والفو عقليتي والفت حبيباتي كيفاه دايرين وانا والفتوني نتوما كيفاه راني دايره. هذه الكاينه، شوفوا عندي 4 حبات تاع بطاطا كانت تحتهم كيما شفتوهم ربي عيت، درت لهم غفتيته تاع ملح ودرتهم يفوروا. وعندي 2 حبات تاع بصح، شوف كيفاش قطعتهم. قطعتهم قطعتي كيما نقولوا مقطع تقطيع عشوائي، درت 4 حماير تاع زيت، فتيتة تاع ملح كيما راكم تشوفوا، درت فتيتة تاع فلفل الكحل. هيا دوكا كي تقلي البصل مليح راني جبت لها البطاطا بعد اللي فارت. مش راح نقليها لهنا، راح تشرب غير كيما نقولوا تدي غير البنه ديك تاع القليين برك، تدي غير البنه تاع البصل ولا كيما قليته. هيا رانيكم تشوفوني نخلط. قلت لكم جيت واحد الكراطه تقطر بالعسل، تقطر تقطر بالبنه كيما راكم تشوفوا. نخلطها مليح. اليوم نحكيو على واحد الاخت قالت لي احكي لي على الجاره الاستغلاليه. يا حبيبتي يا حبيبتي يا قلي على قلبي يا قلي على قلبي، واش نحكي لك على الجيرين؟ يا الجيرين انا كويوني كويوني، خليها غير ربي كيما يقول لك الاجرنا على الله. انتي مادام فقتي لها وعرفتيها غير تاع صوالحها كيما يقول لك يلاه يسهل عليها. شوف انا درت شويه تاع قزبر دوك ندير فتيته تاع ملح. استغفر الله، تستعفل في الكحل ديما ديرها في التالي. هنا راهم شي يدي لي في التليفون وما عرفوش يش يدي يصوروا لي مليح. شوفوا ها شوفوا حبيبي زينين، قلت لكم قلت لك مادامتي حبيبتي درتي كيما قال ربي والنبي، كنتي جاره وحسن الجاره وهي ما فهمت روحها، انت درتي لي عليك وكل شفتيها غير تبروفيتي غير منك وتجبدي روحك منها. كما راكم تشوفوني درت فتيته تاع فلفل الكحل كيما يقولوا داك المثل، البيب اللي يجيك منو ريح سدو واستريح. ها شوفوا حبيبتي بعد اللي كيما نقولوا ديك البطاطا حمستها غير فتيتها مع البصل، جبت البلا ونين نديرها فيه وشيت حبيت تاع فرماج، حبيت تاع فرماج ديك تاع الشيف نورمالمون نديرها لهنا نقطعها ونديرها معاها. العهد اللي نسيتها درت كلش ودرت البلا في الكوشه وقعدت استنى فيها. ياك لي عقلبي، قلت الفرماج داك شريته به ندير به البطاطا بالبصل في الكوشه نسيتها، عاودت رحت جبت هذوك وتشوفوني العهد اللي وليتكم كل المراحل. انا عندي 3 حبات تاع بيض وفتيتة تاع فلفل الكحل وفتيتة تاع ملح، وعندي فتيتة تاع قزبر كيما راكم تشوفيه وكاس تاع حليب. نخلطهم كامل مع بعض ونصبهم فوقها، نديرهم فوقها كيما راكم تشوفوا الحبيب الزينين. قلت لكم مادامتي قلت لحبيبتي هذه اللي قلت لي على الجاره مادامتي درتي واجبك معاها وهي ما فهمت روحها، هيا ما تزيديش تخلطيها، جبدي روحك من الجيران. والجيران ما فيهمش اليمين، كاين بكري الجار فيه اليمين كيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يوصيني بالجار حتى كذا يورثه. يا بنيتي دوكا الجار، الجار راه يديرك غير درجه يطلع غير عليك. انا جيراني كنا ناكلو كيما يقول لك موسى واحد يقسم بينياتنا. يا بنيتي كي طلعت بيهم قال لك حنا ما نصاحبوش الزوا ولا هي، خلوني يا اختي هنا زوالي يعني نبقى صاحب غير الزواولا وكيما يقول لك نجمع غير مع الزواولا. هادي اللي نقول لحبيباتي، الجارة عاد ما فيه اليمين ما والو. نتيا كيما درتي واجبك مع الجارة كيما تلي كاع ما ديري تقضي طوال حياتك، وليدك يروحو يقرا ولا ترقدي وليداتك ولا كيما تلي كاع ما ديري رقدي ما تلي كاع ما ديري. يا حنون نتيا جبتي مصحف تقراي فيه تلقيها في كيما يقول لك داك القران تلقيها يشد عليك يوم القيامه. وما تقعدي دوك اصلا الجميعه دوك راه غير جميع تاع السوء ومشي جمعوا صلاه النبي. تكون تهضري مع الجاره تقولي لها ودي عيب تقطعي في جارتنا الفلانيه، ها تنوض تزعف تقول لك تيمي كيش مليحه. اشوفوا حبيباتي بعد اللي درت لها داك الخليط 3 حبات تاع بيض وكيس تاع حليب وشويه تفتيته تاع قزبر وتفتيته تاع فلفل الكحل وتفتيته تاع ملح، هانا نديرها كيما كاين نكبهم كيما فوق داك ديك البطاطا هيا ونخليهم كيما هاكا نديرهم في الخوشه. يعني نسيت قلت لكم البطاطا لازم مثل كي كانت في البقله نقطع لها داك الفرماج مثلثات ونسيت العهد اللي نسيت لا حتى درتها في
في الكوشة عادي تفكرت عاود رحت جبتها. هي كيما راكم تشوفوا وكان حتى قلت لكم درتها في الكوشة وجبتها، عاود نكون قطع لها داك الفورمات ديرتو لها غير من الفوق، ثم ديروا مو الفورمات تاع مثلثات. ها شوف دخلتها في ال... ها شوف كيما قلت لكم يا حبيباتي درتها في الكوشة وعاد جبتها. يا حوجي انا قلت انا الراس خلاص ما راهش يخدم. هذه هي حبيباتي لي الجيران، الجيران كانوا بكري وكان العهد لاني بلا جار ما نقدرش على حبيباتي. الجار يحوس غير على روحه يديرك غير مصلحه وكي تفيقي باللي راهم غير دايرينك غير تاع مصلحه يقول لك لا ما كيش مليحه وكيفاه ومنا ويجبدوا رواحهم. غير خلي يجبدوا رواحهم يا حبيبتي، ذكر راح لي ما كيش العهد غير ولد كرشك راه ما فيش ليمين. الله غالب الوقت الشين ما بقاش ليمين، صاي صاي خلاص خلاص. الله يجيب اللطف، الله يلطف فينا برك، الله ينظر الينا بعين الرحمه، والله يحنن القلوب، والله كيما يقول لك يجمع كل غريب يرجع لاهله. الله غالب خلاص كل شيء راح يا الحبيب الزينين، ما بقات النيه واللي يكون نيه العهد غير طفرت فيه طفرت فيه. احنا نقولوا احنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانع الجار توقفي معاهم في الحلوه والمره، توقفي معاهم تفرحي معاهم. شوف بعد اللي طابت كما تشوفوا عندي افتتاح تاع فرماج مسكرفج، فرماج غابي كيما راكم تشوفوا درتو لها من الفوق وكعاد نردها غير يضب غير ديك الفرماج ونطفي نخرجها. هذه هي حبيبتي قلت لكم نقول لحبيبتي هذه لاكي فوقتي لها باللي غير تبروفيتي منك يا حنو انت تجبدي روحك منها ما ديريش فيها ليمين. وعليه انت بنيتك تقول لجارتي وحبيبتي وكي تحتاجني نوقف معاها وانت كي تحتاجي ما توقفش معاك، لا لا حنو انت تجبدي روحك منها، هي في حدها وانت في حدك. والكلام اللي كيما يقول لك ماهوش مليح، الكلمه الطيبه راهي مليحه والكلمه اللي مشي مليحه راهي ثاني راهي تضر. كل شيء يجوز بصح الكلمه الشينه تبقى تجرح. هذه هي حبيبتي هنا الجيرين نقول لها كي خلطي لي المشاعر. شوفوا بعد اللي درت لها الفرماج دوك نديرها غير ذوب. هنا الجيران ثاني استغلوا طيبتي واستغلوني انا نيا وقلت مي علاش خليها ربي اجي نديها عند ربي. ودركا العهد العهد غير راني نهضر وفخوره بنفسي ما عندي حتى جيران. هيا حبيبتي هاني نقضي صوال حياتي وحده وتقضي صوال حياتها وتكمل كاع صوال حياتها وتصلي صلاتها كيما تلقاها ما دير تشد مصحف قلت لكم تقرا صفحه ولا زوج تلقيها يوم القيامه تشد عليها. هذه هي حبيبتي شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد اللي ذوبت الفرماج اشوفوا داك الفرماج اللي درتو قطع قطع من الفوق راهي باين. هي قلت لكم من الاحسن نديروه في كي نخلط البطاطا كامل كي تكون في المقله ونطفي الفرن ثم اللي قنديره. يعني قلت لكم نسيت هي الله غالب الراس راه يخدم. ها شوفوا الحباب الزين قلت لكم جات كريميه العهد غير بحبيت تاع بطاطا جوج حبيت تاع بصل تقولوا ده بيض. درت عشاء قلت لكم هي هذه الكراتات جات تقطر بالبنه، جات تقطر بالبنه البلا لحسوه. ان شاء الله تجربوها حبيب الزينين وتكتبوا لي في التعاليق. وشكرا نشكركم قد ما نشكركم قليل عليكم قليل عليكم. ان شاء الله كيما يقول لك هذيك الكلام الطيب تلقاوها قدامكم. ان شاء الله ربي يطيب عيشتكم، ان شاء الله اللي في خاطره حاجه ربي يحققها له عاجلا غير اجلا. كيما يقول لك الدنيا هذه فانيه ويسعدك يا فعل الخير. ها راكم تشوفوا نقسم مع حبيبتي فتيته وتشوفوها. ها شوفوا حبيبتي جات كريميه. وهذه هي الجار كاين بكري، كلش كاين بكري، الصحبه كاين بكري والجار كاين بكري. دوك قلي اللي تعدوا الاصابع بيت تلقاي جار مليح ولا تلقاي صديقه مليحه والو. وقلت لكم ولد الكرش عاد ما يتامنش راه بنها ولا بنتها وراها ماء ما تلقيهمش في عقوبتها. الله يبقي يستر ويجيب الخير. ها شوفوا الحبيب الزين نقطعها معاكم شوفوا كيف جات كريميه. هنا كنت بكري الجيران ندير عشاء كيما هيكا ويجيني مليح نبعث لهم كيما قال لك ينموس واحد بيناتنا. ها هما طلعت بهم قال لك احنا ما نصاحبوش الزواولة خالوني. ها الحباب الزينين كنت تشوفوا نوريكم كيفاه جات كريميه. ها شوفوا ذا التليفون قلت لكم غير خليته هي وين حبيبتي ولفتوني ولفتكم. تهلاو لي في رواحتكم بزاف بزاف وربي يحفظكم وما بقى لي غنقول لكم
دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، إلى وصفة جديدة إن شاء الله.